كنظن باللي احنا اهم من الشيء. الاداه يعني الوعي بالاحترام بالاحترام الاخر خصو يكون ضمنيا فينا. يعني اللجوء مثلا لواحد الوسيله اللي هي يعني من اجل الادلاء بواحد الضرر او الادلاء، يعني كنظن خصنا نشوفوا المنبع، نشوفوا الاصل ديال الداء. علاش ما كاينش احترام؟ علاش ما كاينش تقدير؟ علاش ما كاينش هاد السكينه؟ الانسان يمشي هو مطمئن على نفسه، مطمئن على راسه. كنظن بان عندها مرتبطه اولا واخيرا مساله اخلاقيه ومساله ديال التربيه. ما عرفت انا هكا كنشوف الامور، ماشي مساله معها ولا ما ماشي مساله. انا ما عنديش يكون عندي هذا يعني هذا الراي الجذري هكا بشكل. انا كنامن بالاحترام، احترام نحترم الرجل والرجل يحترمني، وفي جميع الاماكن وفي جميع الحالات وفي جميع المجالات. لان يعني خص يكون هنا ويكون الانسان مآمن به ومقتنع بانه راه واحد الطرف اخر خصنا نحترمه، لان راه عندي اختي وراه عندي مراتي وراه عندي الام ديالي وراه عندي. هي كاين حياه خاصه وحياه عامه، يعني كاين احنا كنأديو واحد المجال وكان واحد الماده فنيه كنعطيوها للناس، ولكن عندنا احنا كباقي الناس عندنا حياتنا الخاصه. كنظن هي مسألة اللي عندها علاقة بمنظومة قيم، لأن كلها تهزت وكلها الواحد ممكن تأتمني شخص على حاجة وما يعني يفشي بها، يعني ولا صعيب ضبط الأشياء. يعني الإنسان ولا دابا راسه واللي خايف منه، يخاف من حوايجه، يخاف مشكون معاه مشكون. كنظن بحال نفس الهضره اللي قلت قبيلات، نرجعوا للاصول المغربيه التمغربيه ديال بصح انا نحترم راسي، نحترم الحدود ديالي، واي حاجه تعلقت بخصوصيه الشخص انا ما كتهمنيش، ما كتلزمنيش. يعني ما دام الشخص اخر اختار يكون بواحد الطريقه ولا هدف، فكاينه حريه فرديه وكاين يعني واحد كما كنقولوا ربي فرق الريوس، باش انا كنعيش بالطريقه ديالي وانت كتعيش بالطريقه. مي كاين واحد الاحترام متبادل اللي خصنا نلتزموه الجميع، لان بهالطريقه يعني فيها واحد النوع ديال الوحشيه، فيها واحد النوع ديال يعني فمن غتثقي دابا شكون غادي تأتمني، شنو يتقال وشنو ما يتقالش. فكنظن هاد الجانب التكنولوجي قد ما نفعنا واحد الجانب، قد ما هرس بزاف ديال ما بقاتش الهيبه، ما بقاتش الهاله، بزاف الحوايج تكسروا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.